هنا هو بيتي، عرض مسرحي يحاكي تاريخا مريرا ليس ببعيد جرت أحداثه في العشرية السوداء، تاريخ أسال الدم والدموع وعصف بالفكر قبل الجسد. يوم موتك اعتقلوا كلماتك، يوم موتك اعتقلوا كلماتك، يوم موتك اعتقلوا كلماتك. هو تركيب شعري لمجموعة من الشعراء الجزائريين، ومن أهمهم نذكر ملك حداد وكاتب ياسين اللي كانوا يعني حاضرين بقوة في هذا العرض. العرض نهل من العشرية السوداء فأحضر ماضيها بمآسيه وأوجاعه، مترجما على ركح الجلال بن عبد الحليم بمستغانم الوجع والتهجير وهتك القيم والمثل. مدينتي صارت بلا أشرعة، مرآتي توجعني وأسئلتي تنخر عظامي. العرض المسرحي ترجم واقع المثقف الذي اغتالته أيادي الغدر، فكتب له الحياة من جديد وخلدت أعماله ورفعت رايته فوق سماء الجزائر. أنت الآن على قمة الجبل، على قمة الجبل.